الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الجلسة الأولى من ورشة معالجة الصور في الماتلاب. سنتعرف في هذه الجلسة على الصور ونظم الألوان التي فيها. سنبدأ أولا بإدخال الصورة إلى الماتلاب، وذلك من خلال قراءتها باستخدام التابع mRead. نفرض لدي المصفوفة m تساوي mRead. البارامترات التي استخدمها لهذا التابع: أولا أقوم بإدخال اسم الصورة والمسار الذي توجد به. مثلاً لدي الصورة flower، وأقوم بوضع فورمات اللاحقة الخاصة بالصورة. لاحظ تم تخزين الصورة ضمن مصفوفة M. لإظهارها أقوم بإنشاء النافذة و M show لإظهار الصورة. في جير لإنشاء شكل نافذة جديدة، M show لإظهار الصورة عليها، M show، وأقوم بوضع اسم المصفوفة التي تم تخزين الصورة بها. M show قام بإظهار الصورة التي قمت بقراءتها وتخزينها ضمن الماتلاب. هناك توابع أخرى لعرض الصورة من أجل إظهار سكيلت أكسس مع الصورة، ويكون الفرق هكذا. إذا يتم التعامل مع الصور الرقمية في الماتلاب كبيانات متقطعة، وسنقوم بمعالجتها ودراستها وفق محورين أساسيين. أولا Image Layout، وهو مخطط أو طريقة تخطيط الصورة، حيث يتم تخزين الصورة ضمن المصفوفة أبعادها M ضرب N. تمثل أبعاد المصفوفة عدد البكسلات على طول وعرض الصورة M و N، وبذلك تكون أبعاد المصفوفة M N تغطي جميع بكسلات الصورة في عناصر المصفوفة. Image Color، يختلف نظام الألوان المستخدم وذلك حسب تركيز اللون في كل بكسل. فمثلا لاحظ الفرق بين الصورتين التاليتين: الصورة التي على اليسار تستخدم نظام الألوان Grayscale التدرج الرمادي، بينما الصورة اليمينية False Colors. سنتعرف أكثر على منظومات الألوان وكيفية التعرف على Image Color. عندما قمت بإظهار الصورة M show، هناك أداة. بعد ما أقوم بوضعها على أي بكسل موجود في الصورة بإعطائي المعلومات الخاصة بالبكسل. لاحظ عندما نقوم بتكبير الصورة أنها تتكون من بكسلات عديدة، كل بكسل لديه معلومات خاصة به، من X و Y تحديد موقع البكسل بالنسبة لمصفوفة الصورة، و RGB منظومة الألوان أو تركيز الألوان في كل بكسل موجود في الصورة. لاحظ تختلف من بكسل إلى بكسل حتى تتشكل الصورة كاملة. سأعرفكم أيضا على تابع آخر MF Info، وأقوم بوضع اسم الصورة التي أريد معرفة المعلومات عنها Color، ولاحقة الصورة JPG مثلا لدي. لاحظ قام بإعطائي أهم المعلومات الأساسية حول الصورة: فايل نيم موقعها، حجم الصورة، لاحقة الصورة، فورمات، وأبعاد الصورة، منظومة الألوان True Color، وغيرها من المعلومات. ماذا نعني بفورمات الصورة JPG؟ قمت باستخدامه بالإمريد بالMF Info وسيمر معنا كثيرا. ماذا نقصد بفورمات الصورة؟ هناك العديد من الصيغ التي يتم تخزين الصور الرقمية بها في الحاسب. ما الفرق بين هذه الصور من حيث الدقة، من حيث الدقة، من حيث عدد البكسلات، من حيث دقة الألوان وغيرها؟ سأترك لكم هذا الموضوع للبحث. أنواع الصور: لدي عدة أنواع من الصور. النوع الأول وهو أبسط أنواع الصور Binary Image و Grayscale Image و Color Image. سنبدأ بالتعرف عليها. النوع الأول Binary Image تتضمن بكسلاته، كل بكسل منه على إحدى القيمتين إما 0 أو 1. البكسل الذي يحوي قيمة 0 يمثل اللون الأسود، بينما 1 تمثل اللون الأبيض. Grayscale Image تحتوي بكسلاته على قيم ما بين 0 وحتى 255، وهي تمثل تدرجات اللون الرمادي ما بين الأبيض والأسود. أما Color Image تحتوي على ثلاثة مركبات للون، وهي الـ RGB، الـ Red والـ Green والـ Blue.
يتم تخزين النوع الأول Binary Image ضمن مصفوفة ثنائية الأبعاد، وكل بكسل يحوي قيم 0 أو 1. Grayscale كما قلنا أيضا مصفوفة ثنائية الأبعاد. أما الـ RGB يتم تخزينه ضمن مصفوفة ثلاثية الأبعاد. البعد الأول MN تمثل الأبعاد المصفوفة، والبعد الثالث تمثل الألوان، قنوات الألوان، وهي الأحمر والأخضر والأزرق. ماذا نعني بـ RGB و Channel؟ كيف يمكننا العزل بين هذه الألوان؟ سأقوم بقراءة الصورة وعزل هذه القنوات ليظهر الفرق. M تساوي M read. سأقوم بقراءة الصورة My Image. لاحظ لم أقم بوضع المسار كاملا، وذلك لأن الصورة موجودة ضمن نفس المسار الذي أقوم بالتنفيذ به. M show سأقوم بعرض الصورة M. لاحظ هي صورة ملونة. قام بتخزينها ضمن مصفوفة ثلاثية الأبعاد. سأقوم باستدعاء وإظهار كل قناة على حدة. M1 تساوي M استدعاء الجزء الأول من المصفوفة، المصفوفة الأولى وهي تمثل اللون الأحمر Red. M2 سأستدعي البعد الثاني وهي تمثل القناة Green، المصفوفة الثالثة وتمثل تركيز اللون الأزرق Blue. سأبدأ بإظهار هذه القنوات. M show M وهي الصورة الأساسية. سأقوم بإنشاء نافذة شكل جديد وإظهار المصفوفة الأولى M1. لاحظ تحتوي هذه المصفوفة على قيم ما بين 0 و 255 درجات الرمادي يتركز، وهي تعبر عن تركيز اللون الأحمر. لاحظ في الصورة تركيز اللون الأحمر هنا مرتفع، بينما في الأماكن الأخرى في الكرات الأخرى سيكون منخفض، وبذلك تكون هذه الصورة هنا أبيض وهنا تركيز أقرب إلى معدوم تركيز اللون الأحمر وهنا متوسط. إظهار تركيز اللون الأخضر لاحظ سيكون تركيز هنا أكثر، بينما في تركيز اللون الأزرق سيكون في الكرة الثالثة أكثر. عندما أقوم بدمج الثلاثة قيم للبكسلات وإظهار الصورة في مصفوفة ثلاثية الأبعاد ستتشكل لدي الألوان RGB وتتشكل لدي الصورة ملونة. Close all لإغلاق جميع النوافذ والعودة إلى تنفيذ المثال الآخر. لاحظ معي هذه الألوان الأساسية RGB. مثلا عندما أقوم بإعطاء بكسل قيمة مرتفعة من الريد وقيمة مرتفعة من الجرين سيقوم بتشكيل اللون الأصفر. مثلا سأقوم بإنشاء مصفوفة M واحد وهي تمثل اللون الأحمر، تركيز اللون الأحمر سيكون مرتفعا مثلا 255 ضرب مصفوفة واحدية once. سأقوم أيضا إعطاء قيمة عليا للأخضر، أما الأزرق فسأعطيه قيمة منخفضة. سأقوم بإظهار الصورة M show M. لاحظ تشكل لدي اللون الأصفر. يمكنني إظهار لونين آخرين، مثلا الجزء الثاني سأقوم بإعطائه من 1 وحتى 100، جزء من المصفوفة إعطائه قيمة عليا
ستصبح 100 هنا. أما الجزء الآخر من 101 وحتى 200 سأقوم بإعطائه قيمة معدومة. الآن سأقوم بإظهار الصورة M. لاحظ تشكل لدي هنا اللون الأحمر وهنا اللون الأصفر، وذلك للاعتماد على نظام الألوان RGB. تمرين: حاول أن تقوم بإنشاء هذه المصفوفة الملونة من خلال الدمج بين الألوان وتدرجات البكسلات لإظهار مثل هذه الصورة. بانتظار محاولاتكم لحل هذا التمرين. سنقوم بالتمرين من أجل التمييز بين أنواع الصور. عندما أقوم بإعطاء قيمة صفرية للـ RGB سيتشكل لدي اللون الأسود. أما عندما أقوم بإعطائه قيمة عليا 255 سأقوم بقراءة صورة M تساوي Emerald color.jpg color.jpg وأقوم باستخدام الأداة M Tool M لإظهار الصورة. M Tool تفيدني هذه الأداة في الحصول على معلومات أكثر حول الصورة وحول كل بيكسل. لاحظ معي، سأقوم بإظهار بيكسل ريجن. هذه المنطقة سأقوم بإظهار المنطقة الحمراء التي تحوي اللون الأحمر. لاحظ أن قيم المركبة R مرتفعة أكثر من القيم الأخرى لتشكيل اللون تدرجات اللون الأحمر، بينما في الأصفر سيكون لدي اللون الأحمر Red و Green مرتفع بينما البلو منخفض، وكذلك للحصول على جميع التدرجات. بينما الأخضر، لاحظ معي، سيكون مرتفع مركبة الجي. أما اللون الأزرق المركبة بلو هي المرتفعة. لاحظ معي عندما أنتقل إلى اللون الأسود، عندما يتشكل الخط الأسود تكون القيم قريبة من الصفر 2-1 لتشكيل اللون الأسود، بينما اللون الأبيض تكون القيم مرتفعة قريبة من 255 بينما هنا القيم تقترب من الصفر، تنخفض القيم كثيرا لتشكيل اللون الأسود، وعندما ترتفع تشكل اللون الأبيض. يمكنك أيضا الاستفادة من الأداة القياس المسافة بين البكسلات، حيث تقوم بإعطاء قياس دقيق بين البكسلات لحساب أي مسافة ضمن الصورة. سأقوم بتشكيل صورة من خلال المصفوفات، وذلك من خلال استخدام التابع random. M تساوي rand. سأقوم بتشكيل مصفوفة أبعادها 200 × 100 و200 × 300 كي تظهر لدي البكسلات بشكل واضح. Rand Enter. قام بتشكيل المصفوفة. سأقوم بإظهارها M Show M. لاحظ، قام بإنشاء مصفوفة ذو تدرج رمادي بقيم عشوائية. سأقوم بتحويلها إلى صورة من نوع باينري من خلال استخدام التابع Round. تحويل القيم إلى أصفار ووحدات M Show. لاحظ، قام بتحويل الصورة إلى نمط باينري. إذا أردت تشكيل الصورة بنمط RGB M، سأقوم بوضع Random في 3 قنوات R تشكيل اللون تركيز اللون الأحمر عشوائي، أيضا اللون الأخضر وكذلك اللون الأزرق. عندما أقوم بإظهار الصورة وضع قيم عشوائية سأحصل على صورة ملونة
وذو ألوان عشوائية. إم تول إم. لاحظ القيم كم تبدو عشوائية، وذلك حصلنا على مصفوفة ملونة وحصلنا على تدرجات مختلفة من الألوان. لأفرض أنني أريد حفظ هذه المصفوفة التي قمت بتشكيلها، حفظ هذه الصورة، حفظ هذه المصفوفة كصورة قمت بتشكيلها، سأستفيد من التابع mWrite. سأقوم بوضع المصفوفة التي تم تخزين الصورة بها، ثم اسم الصورة التي أريد إنشاؤها New Image، ثم لاحقة الصورة التي أريد الحفظ بها MPNG مثلا. قمت بحفظ الصورة. سأقوم بمسح الورك سبيس من خلال كلير، ثم محاولة قراءة الصورة في المسار التي قمت بحفظها به M تساوي M read New Image ولاحقتها PNG ليظهر الصورة. فعلا قام بقراءة الصورة مرة أخرى. وبذلك باستخدام هذه التعليمة يمكنك حفظ الصورة بعد إجراء تعديلات عليها. شكرا لكم ونلقاكم في جلسة قادمة إن شاء الله.